حدود ال 18 قفشه يلعب العرضيه على القائم الاول والنيران الصديقه، النيران الصديقه بدون مساعده صديق، هو مش محتاج صديق، الاصدقاء موجودين في غرفه الفار. وادي كره محمود عزت من كره قفشه اللي اتلعبت العرضيه جت في ايد محمود عزت، بيدي ضربه جزاء، ضربه جزاء مبكره جدا لصالح النادي الاهلي. بدر بنون والهاني سليمان، بدر بنون بره بره حطها في المقص، تخبط في العارضه وتطلع بره وتضيع فرصه تسجيل هدف، مقص تخبط في العارضه وتضيع فرصه هدف اول في اللقاء. طار معاها الهاني سليمان كانت عاليه ولكن اعلى من الله.